نديرها قدام اش غتولي بعد من بعد مني ما بغاش نحشك بعد مني ماشي مشكل با مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مرحبا بك با مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا با محمد با محمد با محمد هو واحد الكوميدي مغربي اللي عنده واحد الروح ديال الدعابه والكوميديا هو الثنائي ديالو معروف تبارك الله في العراسات ما شاء الله تبارك الرحمن فاشي وشعيب عمران وباكوش باباكوش فنقدروا نقولوا على انه بصح كيقتل بالضحك راه ما يمكنش شحال مقبول وعنده واحد النور تبارك الله في وجهه اليوم غنعرفكم على هذا الكوميدي بالرغم على انه في الثمانينات من عمره الا انه باقي عنده روح الدعابه والكوميديا وكيخدم في العراس وما شاء الله قادر على انه الحاج هاكا الحاج الحاج مرحبا بك قدمنا راسك وكيفاش بدات عندك هذه الموهبه هو واحد السيد بوب مسكين ما عندوش صافي كيقلع الناس كيقلبوا على الفلوس انا كنقلب على المكوت ما كاين والو تاع جا شي واحد يضحك والضحك راه الضحك راه ثلاثة كيفاش ثلاثة؟ انا ولا عاود جاوبك ثلاثة ثلاثة اللي كاينين كاين اللي كيضحكك شكون اللي كيضحك اللي يعطيك شوية كاين اللي كيضحك عليك عنده ما يعطيكش وكاين اللي كضحكو مسكين ما عندوش الله يغرب كيضحك ويجي ثلاثة يعني ثلاثة الأنواع الضحكات اللي كاين في المغرب عندنا هنا ثلاثة الضحكات كاين اللي كيضحك عليك كاين اللي كيضحكك كاين اللي كضحكو يمشي بحالو يعني على حساب واش يضحكك ولا يضحك عليك دابا اللي عنده وضحك تاعي وما عطيكش باش يضحك عليك صح انت مالك انت مشكيت ولك مع لك كتكتو زاد وضحك تشبع ومزور معك بولو وما جاتو على والو ما هذيك اللي هذيك هذيك اللي قلت لك راه كدور على المغرب كلشي من بعد لا هذيك غير صوبوا الفلاسفه وقدوها بارك الله عليك با جابوا الاخر وداروا قدام وتقدر با دابا تعاود لينا شي نكته وحنا والناس على الموبايل هو دابا ما قدرتش شنو قلت لك قول لنا ديال لونجلي ما بغات تطلع بالله قول لنا ديال لونجلي لا قول لنا ديال داك اللي سول سول القاوري قال لك واحد السيد قالت ليه مرتو عنده مرتو ولدو اييه عرفتو عرفتو قالت لي غتقابل لي الولد يا تمشي للقفا قال لها لا على قالت لي لا كيبغيك وكيك انا غنمشي نقبو نمشي مع نقفات شد لي الولد قال لها لا قالت لي علاش قال لي قابلته تكبر انت دار المرتا شديت يا فابور ما عطيتي به سيريال على ولده على ولده قال لي قابلته تا دار المرتا تكبر واللي بجي لاباس عليه ديت يا فابور ونقابل لك سهاده سيريال ونقابل لك سهاده ونقابل لك سهاده عاوتاني والله ما كذبت يابا با كتمشي للعراس انت والثنائي ديالك قول لي شكون هذا صاحبك اللي داير معك الثنائي واش بصح كتمشيو للعراس اييه كنمشي للعراس هي معروف شنو حيقدر تبارك الله عرفك شعيب با عمران هو اللي صاحبي انت ويا ثنائي لا لا هو الباترون انا غير ما تعلم انا غير كنصوب ونعطي كنقد المسائل ونقدوهم باش غنقدوهم واش فيه ما يتقال ولا ما فيهش ما يتقال اللي كتسمعوا تشوفوا واش كتضحك ولا خصك لا كاين دابا ثلاثة د الحفلات كاين مهرجان وكاين بحال هكاك غير في الزنقة وكاين عرس عرس كتجمع العائلات يعني خصك دير ضحك زي مع العائلة في العرس والنكتة هذيك ما تقولهاش هنايا خصك كل حاجة وبلاصتها كل لا خصك تعرف كيفاش غدير يعني بلاصة الهضرة ديال العرس بوحديتها العرس لا لا شنو هذا وكاين النكات كاينة بالعربية اللي بغيت تعاودها بالشتحة والله ما تجيك وكاينة بالشتحة اللي بغيت تعاودها بالعربية والله ما تجيك بارك الله لا بدا لا بدا اللغه ديالها ها هو انا قال لك الشلحه هو كيعرف يعني الشلحه فيها وفيها عاود لك الشلحه عاود لك الشلحه الا عاود كيها بالعربيه والله ما تقد عاود لي باش نكتب لا الشلحه موجودين حتى حتى لا ولا راه والله الا كلشي تبيع مالك الصح تاع بالله ومريض وعظيم مخنوق الله يشافيك با والله العظيم الا كاين بالله انت مريض وكتضحك وكلشي مرة والله العظيم مرحبا با قول لي النمره ديال التليفون ديالك والله ما خزنت عليك والو عرفت كبا النمره ديال التليفون ديالك كبا كاين الساكن عرفت با كاين الساكن انا اللي جبتكم ياك انا غير دايز شفتكم كتهضروا مع هذاك بنادم كيطلع الهضره على سميتو عرفتي كاع اللي كيخمم ما يقول هذا عنده ما يقول بارك الله عليك با واخا شنو تقول عطي الناس النمره ديال التليفون اللي بغي يعيط لك ولا يعرفك عطيتك النمره لا قولها لي با 06 68 69 92 30 بغيتو ديال صاحبي ولا بلاش ديالك ديالك بقى. نعطيك حتى ديال صاحبي كان انت مشكل ديالي راه صاحبي ديالك با قول لي تقول لصاحبك اليوم ها هذا صاحبك هذا شنو تقول له شكون صاحبي هذا اللي غتفهم الثنائي ديالك هذاك راه صاحبي راه مشينا مع شحال السنين المتعديه انا وياه عمر ما وقع حتى مشكل حتى لو وقعت كان مصالحه بيناتنا
كان اعتادوا بعض بعضياتنا عزازين عرضيات هو بزاف كاع شحد ما خلينا حتى بلاصه هزنا على المغرب كله ما كانش حمر ما خلينا حتى بلاصه جات حتى الكوينه تبارك الله عليك الله يخليك ديما ضاحك ديما فرحان.